صباح الخير، عامل لكم فيديو دلوقتي مسخرة مسخرة والله العظيم بجد. انا اشتريت فريم من سوق دوت كوم ابعاده 12 في 16 بوصة، البوصة 2.5 سم، يعني ال 12 بوصة ده كام؟ 12 في 2 24 ونص، ال 12 6 بنتكلم في 30 سم، يعني البعد الصغير اللي في الفريم 30 سم، في 16 ل 4 بوصه اللي هي 10 سم، يعني 30 في 40 سم، كلام منطقي. الفريم ده اهو، والبايع بتاعه سوق ايجيبت، اوكي؟ هو كاتبين 12 في 16 انش، والسيلر سوق ايجيبت نفسه، اوكي؟ المهم انا عجبني، هو كريستال شكله حلو قوي، شكله حلو قوي. ده اللي جه. والله والله كفايه السوق. انا تعبت منكم. المشكله ان انا بحب السوق جدا، عندي مشتريات كتير وكل حاجه تقريبا بجيبها بتسوق، بس لما يبقى ده الفريم ال 30 في 40 سم يبقى في حاجه غلط. يعني انت متخيل انك عندك فريم صوره كريستال قد قعده الشمع؟ يعني تخيل ان انا كنت عايز اعمل سيت كده يبقى فيه الفريم وقعدت الشمعة جنبه، فقعدت الشمعة طلعت قد الفريم تقريبا، فريم الصورة قد الماوس. يعني شكرا شكرا يا سو، انت جبتي اخرك.